هلو، هذا صوته قوي شكله. وين البقية؟ في announcement، وين البقية؟ دكاترة، دكاترة يلي برا، مين صوته حلو يغني لنا؟ ولا مرة بغني. دكتور غيث، دكتور غيث، في بعض ناس برا، بس لهم في announcement. في surprise. لألكن اه. قديش تتفاجئوا؟ اخبرك قبلهم. حبيبي، في سربرايز لكم. بؤس الاسود في من يب. بدي الكل يسمعني. بعد في ناس برا. كان اس 1 اس 2 اس يو هذه موجوده. واكو اثنين زياده، ثلاثه زياده، 30 35 40 موجودين. بعد في ناس برا. شو بتتوقع السربرايز؟ عم دور على عريس. الموديول القادم حيكون 15-16-17 جانيوري، في يوم اضافي. هيدا اليوم يعني حيكون سبيشال داي، لاول مره بيصير بتاريخ الاكاديميه باي كورس. هذا سبيشال لنقابه اطباء اسنان العراق وسبيشال لإلكن انتم. حيكون نهار فول داي ماركتينج بلانينج دنتال مانجمنت مع دكتور إيهاب هيكل. فهيدا الكورس طبعا هو بينعطى ككورس لحاله ببلدان تانية، وعملناه ببلدان تانية، تكلفته عالية جدا. فلقلكن حيكون فري اوف تشارج، توتال فري، مقدم من نقابة أطباء الأسنان العراقية وبيرت. فكونغراتشوليشنز. وصدقوني حتستفيدوا كتير. دكتور إيهاب هيكل عنده كتب عن الدنتال مانجمنت، وحأطلب منه كمان يجيب معه كتب للي حابب يشتري الكتاب تبعه، وأكيد بيعمل ديسكاونت هايل جدا للنقابة. قبل بمرة كمان أخذوا اللي كانوا بكورس إربيل اشتروا الكتاب تبعه. فاللي حابب ياخذ الكتاب ما بعرف هلا بسأل قديش تكلفته. أي ثينك هو $40 يمكن، مشان يعرف الدكتور قديش بده يجيب معه، لانه وزن تعرفوا الكتب. هي هيدي بس يعني كان بودنا نقدمه فري، بس حرام يعني المحاضر. اوكي. طيب دكتور حمو، ثانك يو، اخذت من وقتك؟ نو ابدا ابدا. قبل ما ابلش، بس بالنسبه للي اعلنت سولا الكورس، يعني عن جد انه انا حاضر كورس للدكتور ايهاب بجوز 7-8 مرات، وكل ما بيجي كان عندنا بعمان قبل 3 ايام، كل ما بيجي وبيحكي عن الماركتينج وعن هاو تو كونفينس بيشنت، كيف تتعامل مع المريض، كيف تدير عيادتك، كيف ما تخسر في عيادتك، كيف تجيب مرضى جداد، كيف ترتب مواعيدك، كل مره بستفيد شيء. فكتير حلو انه يكون موجود عندكم. سو ليتس باك، بس خلينا نشيل هاي. Thank you.
pray. So, دائماً دائماً while you are working, you should have secure finger rest. شو يعني secure finger rest؟ يعني خلاص. فاين دكتور بدنا نطفي هدول. بدك لما تمسك الهاند بيس تبعتك تضمن انه الفيور فينجر ماسك صح بدون ما تكون ضاغط كثير على على الهاند بيس وتكون اليرت واعي وصاحي عشان ما يصير في عندك سكينج تو يور فايلز. سو With the proper finger rest, you can prevent yourself from getting sucked into the canal. تضمن إنه الكنال مش رح تسحبك لجوا وإنه ما يصير في screwing action للفايل. كمان اللي بدي أنصحكم فيه دائماً always check the files and check if there is any shiny spot. شو يعني any shiny spot؟ يعني لما بتفحص الفايل تبعك بدك تتأكد إنه ما في عندي any metal loss. الفايل بحالة كويسة ما ساير في عندي shiny spot هون. لما بتطلع على الفايل هون وتلاقي في عندك loss of metal شو معناه الفايل بقول لك خلاص discard me or I will be broken inside. كمان keep always the file moving. يعني الفايل الروتري فايل بده يدخل جوا الكنال وهو بلف وبده يطلع وهو بلف. If you don't keep the file moving there can be tendency to lose control. ممكن انه الفايل اذا وقفت بالنص تبطل عارف انت وين وصلت تخاف انه ينكسر الفايل معك. Don't force files. الفايل أذكركم الروتري نيكل تيتانيوم فايلز ار نوت كرييتد تو اوبن كانالز ذي ار انلارجينج كانالز. مهمتهم يوسعوا الكانالز. سو اذا لقيت الفايل ما بيقدم عماله بتشيله وبترجع تو تشيك وذ مانوال فايلز. سو طلع ايش بيصير اذا شدينا على الفايل الدكتور هو هون لقى الكنال مش راضي تفتح ضغط بزياده كسر فايل. هذا كان اعنف ضغط بزياده كسر الفايل الاول وبعدين كسر الفايل الثاني. دائما دائما اشتغل على 60 مهلك. بدك تحترم السرعه اللي بحطوا لك اياها اللي صنعوا الفايل. يعني زي الريفو اس بيقول لك مثلا من 250 ل 400 الريس مثلا 600 بروتيبر ممكن 350 حسب ايش الشركه هي بتقول لك لانه هم ادرى بالمعدن اللي استعملوه. كمان ريديوس سبيد ما تحطه على سرعه كثير بطيئه لانه السرعه الكثير بطيئه بتعطيك شعور انه الفايل ما عماله بيقطع فبتصير تضغط اكثر فبتخاف انه تكسر الفايل. Run the engine at proper speed. بدك تتاكد انه ماشي بالسرعه الصح وإنه ماشي بالطريقة الصح. Use torque control. حاول لما تشتري الجهاز يكون فيه control التورك تبعه على أساس تقدر يكون more efficient ومore proper speed اللي بدك تستعملها. أوكي. هلا قبل ما ننهي البريباريشن بس حابب أحكي لكم هاي الملاحظة. أكثر محل بينكسر فيه الفايل هو اللور فيرست مولر وبالذات في الميزيا روت اوف لور فيرست مولر. ليش؟ لانه في عندنا نسبه كثير كبيره من هدول الكنالز دي ميت توجذر. عشان هيك بتذكر هذه حاله ثلاث حالات اجوني في يوم واحد بروكن انسترومنت بروكن انسترومنت بروكن انسترومنت وكلياتهم في الميزيا روت. طب ليش بيصير عنا هيك؟ لأنه إذا هدول التو كانالز they meet together الروتري فايل it will change its path suddenly ولما بتغير suddenly ممكن يصير في عندك بريكج. عشان هيك يفترض فيك إنك تعرف هل هدول التو كانالز they meet together ولا they are separate. وكمان بفيدنا هذا الحكي انه هدول الكنال اذا التنتين بيلتقوا مع بعض وبيطلعوا من فرامن واحدة انا ما بحضر التو كنالز للفول وركينج لينث. بحضر واحدة للفول وركينج لينث وبحضر التانية to the point it meets.
يعني ما برجع بحضر التنتين بنفس الطول، الأولى بحضرها للأخير والتانية النقطة اللي بتلتقي فيها مع الأولى بحضرها. هذا الحكي بينطبق على إيش؟ على اللور ميزير روت أو اللور فيرست مولر، وعلى أي روت في تو كانالز. يعني إذا اللور أنتيرير في تو كانالز لازم أعرف هل هذا الروت التو كانالز they meet or they are separate. الأبر فيرست مولر لازم أعرف هل الميزيو بكل بتلتقي مع السكند ميزيو بكل ولا لا. طب كيف بدي أعرف؟ هاتوا نشوف. عشان أعرف هذا الحكي قدامك طريقتين. الطريقة الأولى عشان تعرف إنه هاي الكنال it meets the second canal أو هاي الكنال it meets the second canal، قدامنا طريقتين عشان نعرف. الطريقة الأولى إنه إحنا نشوف هذا الحكي بالإكسري. يعني أنا بطلع هون على الإكسري، إذا بالإكسري قدرت أقرأ هذا الحكي وإني شفت هاي الكنال بتشوف هاي الكنال وبيلتقوا هون، معناه أنا بعرف إنه هذه الكنال بدي أحضرها للأخير وهذه الكنال بديش أحضرها للأخير. طيب افرض أنا مش قادر أعرف على الإكس راي، شو الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية كثير سهلة واللي حاب إنه أنتوا تشاركوني فيها. شو بنعمل؟ لنفترض أنا بدي أحضر اللور فيرست مولر، بدي الميزير روت. عشان أحضر الميزير روت دائما ببلش بالميزيو لينجوال كنال. ليش في الميزيو لينجوال كنال؟ لأن عادة الباث تبعها مور ستريت، فببلش في الميزيو لينجوال كنال، بروح للميزيو لينجوال كنال. هاي الميزيو لينجوال كنال شو بسوي فيها؟ هاي الميزيو لينجوال كنال أول إشي بعمله بعمل فليرينج للأوريفيس، بحط الجلايد باث تبعي، باخذ الوركينج لينث تبعي وبحضر الميزولينج والكنال تو ذا فول وركينج لينث. اذا بتتحمل الكنال ل 4% او ل 6% بحضرها تماما. اتفقنا؟ هاي اول خطوه. هلا السؤال عندي، هل الميزيو بكى الكنال ات ميتس هون ولا اتس سيبريت؟ ما بعرف لسه، كيف بدي اعرف؟ بروح للميزيو بكى الكنال. الميزيو بكى الكنال شو بسوي فيها؟ باخد بعمل فليرينج للأوريفيس وباخد الوركينج لينث تبعي، بعمل جلايد باث وبوصل للفول وركينج لينث بكي فايل نمبر 10، بخليه سوبر لوز للكي فايل نمبر 10. هلا بهاي اللحظة قبل ما أكمل البريباريشن أو الشيبينج لازم أحدد does this canal meet this one or not. شو بسوي؟ أنا صرت عارف الطول تبع هاي الكنال وبعرف الطول تبعت الميزيو بكل والميزيو لينجوال. باجي للميزيو لينجوال اللي حضرتها تماما، شو بسوي فيها؟ بحط فيها عشان نكون عمليين ونمشي أسرع، بحط فيها جتابيركا. وبعدين سوري بحط الجتا بيركا تبعتي في الميزيو لينجوال كنال. هلا الميزيو لينجوال كنال جاهزه وعندي عارف عاملها بريباريشن ومحضرها، بحط الميزيو لينجوال كنال الجتا بيركا تبعتي او الماستر كون وباجي للميزيو بكا الكنال اللي انا حاطط فيها اللي عارف الوركينج لينث تبعها، بحط في الميزيو بكا الكنال كي فايل نمبر 10، بدخل كي فايل نمبر 10 لاخر الكنال. صار عندي الميزيو لينجوال كنال فيها جتابيركا والميزيو بكا الكنال في عندي فيها اللي هو الفايل واصل للفول وركينج لينك. اتفقنا؟ هاي الجتابيركا هون
هاي الفايل عندي هون معاي، واحدة الكنال حاطط فيها ماستر كون، واحدة فيها حاطط الفايل. هلا شو اللي بسوي؟ بمسك كيفه رقم 10 بحركه يمين وبحركه شمال. إذا two canals they are meeting شو بده يصير في عندي؟ الكي فايل رح يترك علامة على الجتابيركا. إذا they don't meet شو رح يصير؟ ما رح يشوف فيه علامة. مظبوط؟ بحرك الفايل عندي لف لفتين، وبعدين برفع الفايل اللي هو الكي 10 وبرفع الجتابيركا، and then I will check الجتابيركا. هاتوا نفحص الجتابيركا بعد ما شلنا الفايل. The جتابيركا كون is withdrawn and examined. هاتوا نشوف. بعد ما رفعنا الجتابيركا تبعتي وفحصنا الجتابيركا تبعتي، طلع لقينا انه الجتابيركا في عندي علامة هون. هذه العلامة شو معناها؟ معناه انه التو كنالز بيلتوا مع بعض. طيب بشوف العلامة وين علمت هون، وبقيس الطول من هون للأبيكال بارت. لنفترض أنا الويركينج لينث عندي 20، وقست الجتابيركا من هون لهون طلعت 5، معناه الكنال بتلتقي على 15. معناه بحضر الكنال تبعتي بس لطول 15، والماستر كون تبعي بده يكون في اللينك ولا الفول وركينج لينك، والماستر كون تبع الميزيو بكل بده يكون لطول 15، وبعمل الابتوريشن تبعي. سو الكيس بدها تصير كالتالي. بعد ما شلنا هذا الحكي، بحط الجتابيركا الماستر كون تبعي هون للاخير، وبحط السكند ماستر كون، واحنا وصلنا لهون. مفهومه؟ وبعدين shaping، وبعدين بعمل irrigation, and then I will make my paper points, dry the canal, and then I will fill the canal, وبعدين بوصل للأخير. حدا له سؤال على هالطريقة؟ إجراء كتير بسيط. ميزيو lingual to the full working length، والميزيو بكل باخذ الوركينج لينك تبعي، بحط جتابيركا هون وبحط الفايل هون وبحرك الفايل. اذا ترك علامه على الجتابيركا معناها they meet، اذا ما ترك علامه معناها it is separate، وبوصل للاخير. سوري بليز. هلا رح نحكي عن الاوبتوريشن، بس هو هون بليز دكتور. بقول لك وين النقطة اللي انترك فيها الفايل وعط علامة، بتقيس المسافة بين هاي النقطة والأبيكال بارت. معناها هذا الجزء مشترك راح يكون، بما انه مشترك ما راح احضره لانه اوريدي هو تحضر. بليز. تقدر اكيد في كتير طرق، بس انا بحكي لك الطريقة اللي شفتها عملية اكتر، انه انا عمالي بشوف بعيني، بينما الفايل لما بيوصل فايل والتاني اذا الفايل صغير ممكن يدخل اكثر لجوا. نفس الطريقه. مزبوط. اوكي فاين. هذه شفتها اسهل طريقه تقدر تطبقها في اي روت في تو كانالز، يعني بري مولر فوق في عندي 1 روت وفي تو كانالز، بدي اعرف هل دول التو كانالز بيلتقوا ولا لا، بعملها ابر فيرست مولر لور بري مولر. اي روت في تو كانالز قبل ما تحضر السكند كانال بدك تعرف they meet or not. فانت اوتوماتيكيا بتروح دائما للميزيو لينجوال، حضرها ميزيو بكل وركينج لينك جتابيركا فايل، وتفرج عليهم. اوكي اوكي. سو قبل ما نروح للأوبتوريشن، بس أذكركم في إشيين أو ثلاث أشياء كتير مهمة في الشيبينج. While you shape canals be gentle، خود وقتك وإنت بتشتغل الروت كنال، وما تستعجل وتقول لي ما عندي وقت. بقول لك ما تشتغلها اليوم، لما يكون عندك وقت بتشتغل، لأنه زي هدول الكنالز بدهم أكيد كتير وقت. Premolar with three canals معناه it needs effort and time، وطولة الروح. ما في سيكريتس في الاندودونتكس، في انك انت يكون عندك ديزاير، وانك انت تكون بيشنت على مهلك وما تستعجل. الاشي الثاني اللي بدي اقول لكم اياه، تشوز بروبر انسترومنتس لما بدك تختاره. دائما افحص الادوات تبعونك، ودائما شيك هدول الكيرف، ذس كيرفتشر اذا بتحب انت 90 ديجري، هذا تحضر مانيوال و10 و15 و20. وإذا أنت خايف بكفي على المانيوال. بدك تستعمل روتري فايل، تستعمل إشي يكون 4%،
وبدك تدير بالك كثير. وما بنصحكم زي هدول الكنالز تحضروهم بروتري، بتحضر لروتري لهون والباقي حضره مانيوال، احسن يكسر معك الفايل لغاية ما تصير تحس انك انت كثير كونفيدنت وانت واثق من اللي بتشتغله وانه الفايل تبعك قادر يعمل هذا الحكي. I trust my files، بقدر اشتغلهم. بس اذا انت لسه مبلش في الطريق جديد وخايف، حضر هذا البارت مانيوال بليز. هلا رح نحكي عن جيتابيركا بليز دكتور. اكيد بهذا البارت احنا بتتذكر كراون داون، قلنا نبلش من فوق لتحت. بس دائما تذكر في عندي جلايد باث بكي فايل 10، ما بنستغنى عنه ابدا. فاين اوكي. الشيء الثالث اللي بدي اقول لكم اياه قبل ما نروح للاوبتريشن، تيك يور تايم، خذ 60 مهلك وعلى مهلك وشوي شوي وما تستعجل، وبعدين بتمشي الامور. كل ما بتستعجل اكثر كل ما بتغلط اكثر. either to be better or faster، تنين مع بعض في الاندو كتير صعب. فاين سو عشان تحضر زي هدول الكنالز بدك تكون على 60 مهلك. فاين بدي 1 مينيت رح نروح للاوبتريشن.
ويل عملنا ال الشيبينج والجلايد باث وجهزنا كل شيء رح نروح للأوبتوريشن. والحقيقة اللي بيسألني طيب احنا ليش نعمل أوبتوريشن؟ طبعا احنا نظفنا وشلنا كل شيء وكل شيء كان نظيف وكل شيء كان منيح، ليش انا بدي اروح اعمل أوبتوريشن؟ The goal of root canal treatment should be to clean, shape and fill the space completely. ليش we have to fill the space completely؟ يعني ليش أنا لازم أنظف نظفنا وإمنا البلب وعقمنا وحطينا الصوديوم هايبوكلورايد، ليش لازم أعمل ماستر كون وبعدين أعمل أوبتوريشن؟ هلأ problems during filling procedures are most often not about obturation. أول إشي نتفق عليه شغلة، الأوبتوريشن ما بصحح لك أخطاء التحضير. يعني إذا أنت بالشيبينج تبعك واصل 3 ملي بعيد عن الأيبكس ما تتوقع الأوبتوريشن يصلح لك إياها. أنا دائما بشبهها الأوبتوريشن والشيبينج زي اللي برسم وبلون، الشيبينج هو الرسم والأوبتوريشن هو التلوين، وين ما أنت حطيت الخطوط تبعتك بتتلون. بعد هيك ما تتوقع انه اذا انا حاطط الفايل تبعي واصل 3 ملي الاوبتوريشن بده يزبط لي اياها، ما راح يزبط لك اياها. وين ما بيعمل عندك الشيبينج بيوصل الاوبتوريشن. هذه شغله كثير مهمه. If you never get to the end of the root canal، اذا انت مش واصل للاخير ما تتوقع الفيلينج تبعتك توصل للاخير اطلاقا. During the negotiation phase of treatment you will never fill to that point afterward. يعني إذا أنا عندي زي هون الدكتور كسر فايل فايلين ثلاثة، ما يتوقع بالأوبتوريشن إنه الأوبتوريشن عندي رح توصل لهون. إذا الدكتور محضر الكنال لهون والفايل تبعه واصل لهون، ما يتوقع إنه يعني الأوبتوريشن بده يوصل لهون أبدا. الأوبتوريشن هي مكافأة للدكتور بس يخلص عشان يفرجيك الشغل اللي انت عملته. اذا الشغل حلو ببين بالأوبتوريشن، اذا الشغل عاطل ببين بالأوبتوريشن. احنا عمالنا بنكشف نوعية الشغل بالأوبتوريشن. اذا انا محضر وراسم الكنال صح وبنظفها صح وكل اشي، أوبتوريشن بعبي محل ما عملنا. اتفقنا؟ اوكي. سو أول سؤال بدنا نسأله، why we have to fill the canals بعد ما نظفناها وعقمناها، ليش لازم نحشيها؟ هاتوا نشوف. في عندي سببين رئيسيات. السبب الأول إنه إحنا لما مننظف الكنال ومنعقمها لازم نسكر ونسد كل المخارج تبعت الكنال. يعني شو المخارج تبعت الكنال؟ يعني الفورامين، الاكسسوري كنالز، اللاترال كنالز، كلياتها لازم تتسكر عشان يبطل في عند اتصال ما بين الروت كنال والبيريودونشم. لازم نغلق اي اتصال بين الروت كنال سيستم وبين البيريودونشم.